راح ناخذ معلومات سريعة عن الأنتاسيد. أهم الأسباب اللي تخلينا ناخذ الأنتاسيد هي الدسببسيا والجيرد والبيبتيك ألسر. طبعا الأنتاسيد راح تشتغل لنا على معادلة حامض المعدة، راح تسوي لنا يا ماء وملح، ملح وماء. هذا الشيء راح يفيدنا وراح يعني يريح هاي المنطقة. ناخذهن بعد الأكل مباشرة. أهم النصائح اللي نقدمها للبيشنت هو أن يأخذها بعد الأكل وقبل لا يروح يعني للنوم، ويأخذ كميات كبيرة من الماء بعدها، خصوصا إذا كان يأخذ تروبل أو تابلت تروبل. أهم الأشكال الدوائية اللي راح نأخذها يجينا على شكل سوسبيشن، وكذلك على شكل تروبل تابلت. بعض المنتجات اللي تحتويها الانتاسيد يسبب لنا كونستيبيشن، وكذلك البعض الآخر يسبب لنا دياري. تمام، حتى نخلص من هذا الشيء ندمجهم يعني منتج واحد اللي هو المولاكس، اللي الألمنيوم يسبب لنا كونستيبيشن والمغنيسيوم دياري. الصوديوم مثل هذا المنتج يحتوي لنا صوديوم وإنه مشاكل اللي عندهم ضغط. بعض المواد نضيفها للأنتاسيد هو السيميديكون والألجينيت. أهم معلومة ناخذها، أكو بعض الأدوية تتأثر بالأنتاسيد، لذلك نسوي فجوة بيناتهن مدة ساعة تقريبا أو ساعتين. وشكرا جزيلا.